نسمع كثيراً باستئصال الرحم باستخدام المنظار، لكن ماذا عن الأمراض الأخرى التي تصاب بها النساء داخل الرحم ويتم فيها استخدام المنظار كجراحة متقدمة؟ هل هو يعتبر خيار جراحي أم طفيف التوغل؟ كيف يكون شكل استخدام المنظار داخل الرحم؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور محمد الزعيتر، استشاري أمراض وجراحة النسائية والتوليد والعقم وجراحة المنظار المتقدمة. حياك الله معنا دكتور محمد. أهلا وسهلا فيك. دكتور محمد، للأمانة نسمع كثيرا عن جراحة استئصال الرحم استخدام المنظار، ولكن لفت انتباهي فيديوهات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في أنك تستخدم المنظار لإجراءات أخرى يتم فيها استخدام الجراحة لكن تلجأ إلى المنظار. إذن دكتور، ما هي الحالات فعلا التي يتم فيها استخدام المنظار؟ أول شيء شكرا لك آيات على الاستضافة. هو فعليا أي إجراء جراحي نسائي ممكن إجراؤه عن طريق جراحة المنظار، ابتداء من المشاكل البسيطة مثل أكياس المبيض، يعني واحد عندها كيس على المبيض، مثل الحمل خارج الرحم، وهي أصلا هاي الإجراءات بتتم من زمان ولكن مش منتشرة بشدة يعني في منطقتنا. الجراحة المنظار المتقدمة هلأ بيتم فيها أشياء أكثر من هيك، مثل استئصال الرحم بالكامل بالمنظار الجراحي، مثل استئصال ألياف الرحم، واللي هي طبعا من الإجراءات اللي يعني إجراءها عن طريق المنظار مهم جدا للمريضة، يعني لأنه الخيار الآخر هو عفوا فتح أو شق البطن بجرح حوالي 10 إلى 12 سنتي، فإجراء هاي العملية من خلال جروح صغيرة يا 3 يا 4 جروح، أكبر جروح فيهم حجمه 1 سنتي. يعني لما نتحدث على المنظار، هو نفس المنظار المستخدم في العمليات الأخرى دكتور؟ نعم، نفس المنظار اللي بيستخدموه باستئصال المرارة، ونفس المنظار اللي بيستخدموه بتكميم المعدة، استئصال الزايدة، نفس التقنية فعليا. يعني نفس الثقوب نعم، أماكنها مختلفة طبعا حسب المكان العضوي اللي بيتم استئصاله أو العملية الجراحية اللي بيتم فيها. فطبعا هو خيار ممتاز وله مجالات كثيرة. ممكن استخدامه دكتور لاستئصال الأورام داخل الرحم؟ هلأ الألياف هي أورام. نعم، فعليا أورام غير حميدة. هلأ الأورام الغير حميدة صدقا لا تزال عليها علامات استفهام. الإشي الوحيد اللي هو عالميا اجتمع عليه انه هو يستأصل بالمنظار الجراحي هو أورام بطانة او تجويف الرحم المبكر. تمام. هلا في بالعالم دراسات طبعا عمالها بتتم على الاورام المبايض المبكره طبعا، يعني بالمراحل المتقدمه لا ما بزبط اجراء، بس الاورام الحميده كلياتها حتى اكياس المبايض في الاكياس الجنينيه او الاكياس الدهنيه اللي بنسميها، واللي هي شائعه جدا وكمان تظهر عند البنات الصغار بالعمر، يعني يعني ممكن تظهر عند الصبايا بعمر 16 و18 و20 و22 مش شرط تكون متزوجه. فهي مهم جدا اجراء هيك، حتى الالياف الرحميه كمان عند البنات برضو شائعه. يعني في حال قدمت اليك المريضه دكتور، من الذي يحدد شكل العمليه كيف يكون، جراحي ام عن طريق المنظار، انت ام المريضه ام قرار تشاركي؟ طبعا هو بالاخر هو خيار للمريضه، ولكن انا كاخصائي جراحه منظار متقدمه طبعا انا بعرض على المريضه الخيار الاول هو الجراحي. هلا في لها ليميتيشنز او في يعني محددات لجراحه المنظار. نعم. باستثناء الاورام الخبيثه طبعا ما راح نحكي عنها لانها هاي لها اختصاصها. حجم الكتله او حجم الليف طبعا بيلعب دور، لانه منطقيا لما يكون حجم الليف ماخذ كل البطن فان صعب الواحد يدخل بجراحه المنظار، ولكن الحالات مش كثيره اللي بيكون حجم الليف او حجم الكيس فيها ماخذ كل البطن. لانه دكتور للامانه من غير العداله بانه كيس ليفي صغير يعامل معامله كيس ليفي كبير باجراء جراحي وشق جراحي يعني واحد. نعم صحيح، يعني بالاغلب الستات بيكون عندها مثلا ليف حجمه 5 أو 7 أو 8 أو 10 سنتي. نعم. فهذا ممكن ازالته عن طريق او استئصاله عن طريق جراحه المنظار. مقبول. بالضبط، والمريضه ما بتتعرض لكل مضاعفات العمليه الجراحيه اللي هي
اللي هي تسمى عملية جراحية كبرى فعليا. وهذا السبب دكتور في عزوف الكثير من الفتيات والسيدات عن إجراء جراحة استئصال الأكياس. نعم. اللي فيه بحكي لك أنا عرضت حالي لجراحة تعتبر جراحة كبرى ميجر يعني طبعاً. غير لما تيجي تحكي بالمنظار، المنظار سهل كثير على الأطباء من شتى التخصصات 100%. وإشي كمان مهم وأساسي جدا، عدا عن أنه إحنا بنقلل مضاعفات مثل النزيف ومثل الالتهابات أو العدوى. نعم. من كل مكان الجروح أصغر كل مكان احتمالية النزف من الجروح أو الالتهاب تبعه أقل. الإشي الأهم من كل هذا الموضوع بالذات عند البنات هو الالتصاقات أقل. احنا كثير بنعرف انه في بنات وهم من صغار عمرها 10 سنين 12 سنة عملت عملية الزايدة، بعدين بس تزوجت صار في صعوبة بالحمل لانه في التصاقات من الزايدة، خصوصا سابقا لانه كانت الزايدة تتساوى بفتح البطن. صحيح. وليس بالمنظار. هلا تتساوى بالمنظار اختلفت الامور، فالجراحة التقليدية بتزيد احتمالية الالتصاقات وهو ما يؤدي لاحقا الى ممكن صعوبة بالحمل يعني. صح. فبالتالي هي الحسنات تبعت جراحة المنظار كثير كثير بدنا نعالج عليها دكتور. بداية من مدة العملية، هل تؤثر على اختصار واختزال مدة العملية؟ هلا مدة العملية من بداية عمل الجراح، من بداية عمل الجراح، لأنه العملية هي يعني في وقت للتخدير وفي وقت لتجهيز الغرفة ولا لا بدنا من دخول الجراح فمن بداية عمل الجراح إلى نهاية العملية بأغلبية الأحيان هي إما مشابهة لي أو أقل لعملية فتح البطن. يعني في كتير إجراء مثلا عملية التواء المبيض، هاي من برضو من المشاكل المتكررة جدا، التواء المبيض بصير كتير عند البنات يعني 14 سنة و 16 سنة بصير عندهم التواء في المبيض. تخيلي هاي بنت عمرها 14 سنة تفحي لها بطنها، هاي عملية بالجراحة المنظار تأخذ ثلث ساعة، بفتح البطن بدها يعني من نص ساعة ل 45 دقيقة بسبب بسيط جدا، لأنه فتح طبقات البطن وتسكير طبقات البطن بياخذ وقت. عدد فتحات البطن دكتور بحددها نوع وشكل المرض أم الطبيب أم هي واحدة وثابتة معيارية؟ لا هو بالأغلب 3 إلى 4 جروح في البطن. طبعا خلال جراحة المنظار احنا في جرح غالبا بيكون بحجم 1 سنتي وجرحين أو 3 بحجم نص سنتي. بينما بجراحة التقليدية يتراوح الجرح بين 5-6 سنتي إلى 13 سنتي بمكان واحد. طبعا هلا حجم الجروح بتبعه طبعا انت في طبقات للبطن، فلما تفتحي جرح 5 أو 7 أو 10 سنتي يعني انت فاتح كم طبقه، فاتحه طبقات وفاتحه اوعيه دمويه، الجرح لحاله بنزف نفس الكميه اللي بدها تنزفها عمليه الجراحه المنظار كلياتها. وطبعا معرض اكثر للالتهاب يعني في حاله الشق الجراحي. طبعا في حاله الجراحه التقليديه فانت معاناه المريضه بالتهاب الجرح في حال حصل، وهو شيء شائع بصير يعني، هو التهاب الجرح هو ليس بخطا طبي وليس هو يعني وارد جدا. نعم. شو مكانه الغرفه معقمه والادوات معقمه بالضبط. طيب دكتور اسمح لي، ما بعد العملية مدة التعافي وشكل التعافي هل يختلف باستخدام المنظار؟ طبعا يختلف جدا. يختلف جدا يعني بالأغلب غالبية المرضى اللي بيتم إجراء عملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي، أولا المسكنات المستخدمة خلال 24 ساعة أو 48 ساعة من العملية أقل من المسكنات المستخدمة في عملية فتح البطن. طبعا فتح البطن دكتور أنا اللي قرأته بأنه الألم يكون شديد لما يكون طبعاً شق الجراحي. طبعا لأنه جرح في البطن أنت أي حركة بتساويها بجسمك لو بتتنفسي فأنت بصير في ألم، الجرح بأسفل البطن فبالتالي أي حركة لجسمك يعني أنت لما الواحد بحاول يوقف أو بحاول يقعد بصير في ألم. عضلات البطن كلها بس تتحرك بصير في ألم. بس العملية بعدها بكون في غازات بالمنظار؟ سوري مش موجود بالمنظار؟ مش موجود لأنه الجرح أصغر. والغازات؟ هلأ الغازات كمية الغازات اللي بتصير أو نفخة البطن اللي بتصير بعد عملية المنظار برضو أقل، لأنه واحدة من الأشياء اللي بتزيد احتمالية حدوث الغازات بالعمليات التقليدية هو منسميه المانيبوليشن على الأمعاء. يعني إحنا بنمسك الأمعاء بإيدنا بنتفشهم بنحط عليهم مثلا باد عشان ما يكونوا قرب علينا كذا، فهذا التلامس الأمعاء لأجسام غريبة كتير بزيد من احتمالية كسل الأمعاء، بينما بالمنظار ما بصير فيه تعامل كتير مع الأمعاء أو بصير بطريقة كتير ناعمة، فبالتالي هذا أقل يعني حركة الأمعاء ما بعد العملية بجراحة المنظار ترجع لوضعها الطبيعي أسرع
من الجراحة التقليدية. فبشكل عام التعافي يعني المريضة ثاني أو ثالث يوم بعد العملية ممكن إنها تقوم بمهامها المنزلية أو يعني تخدم نفسها بدون مشاكل بمسكنات خفيفة. وبالأغلب خلال أسبوع بتقدر ترجع لحياتها الطبيعية، طبعاً باستثناء الأمور اللي تتعلق بالرياضة وبالأشياء هاي، يعني في فترة زمنية لها ريكفري معين. دكتور، ذكرت من شوي إنه حركة الأمعاء كيف تكون مختلفة ما بين عندما يكون له الجراحة التقليدية أو المنظار. هذا يقودني إلى سؤال: من الأكثر أماناً بينهما، المنظار أم الجراحة التقليدية، من ناحية إصابة الأعضاء الداخلية أثناء التدخل؟ والله هذا السؤال هو جوابه بكل بساطة هو يعتمد على قدرات الجراح. كل عملية يعني العملية المناسبة للجراح المناسب هي الأكثر أماناً. ففي حال أن الجراح متمرن ومتمكن من إجراء العملية الجراحية بغض النظر سواء هي بالمنظار أو بالجراحة التقليدية فهي آمنة. جراحة المنظار فعلياً يعني انت الكاميرا بتكون داخل البطن وبتكبر الصوره، وانت بتكون اضعاف الحجم وبتكون يعني انت عم تشتغل في مكان شايفه عن قرب، بينما المسافه اللي بيشتغل فيها الواحد بفتح البطن هي اقل شيء من يعني خلينا نحكي نص متر او 70 سنتي اللي هي بين بطول الشخص، فبالتالي هي ادق جراحه المنظار. فإذا الطبيب اللي بيعمل عملية متمرس فهي مضاعفاتها من هاي الناحية تكاد لا تذكر، وأغلبية الدراسات تحكي إنها متشابهة أو أقل من عمليات فتح البطن. عندما يتم دكتور استئصال الرحم أو حتى أكياس ليفية عن طريق المنظار، هل يتم استئصال هذا الجزء بالكامل أم يتم تجزئه إلى عدة قطع معينة وإخراجها من الفتحات؟ اسمح لي بهذا السؤال، قد يكون بالنسبة لك إنه لا بسيط، لكن كثير من المشاهدات بيقول لك كيف من فتحة صغيرة راح يطلع سنتيمتر؟ أكيد هو علم الإنسان ما لم يعلم. في تكنيكس معينة أو تقنية معينة بتم عن طريقها استخراج الكتلة بغض النظر هي رحم. هلا إذا كان الرحم كامل فالطريقة نوعا ما أسهل عند ست متزوجة، ولكن بالأغلب بينحط هذا العضو أو هذا هاي العينة أو بنسميها إحنا بكيس، وبتم يعني تقطيعه بطريقة معينة واستخراجه عن طريق الثقب اللي هو موجود بمنطقة السرة بالأغلب، وإجراء للطبيب المتمرس يعني برضه ما بياخذ وقت وآمن. إذا هو بالدرجة الأولى يعتمد على كفاءة الطبيب. نعم، على ممارسة أكيد. نعم دكتور، المنظار واحد كأداة مستخدمة، أداة المنظار سواء عند النساء البدينات أو النساء النحيفات، هذا الموضوع ممكن يلعب دور دكتور؟ لا، هو من الجهاز واحد أكيد هو، ولكن يعني مرات إحنا حسب يعني حجم بطن المريضة أو حسب كمان حجم الكتلة أو الرحم أو الأكياس أو ما شابه ممكن نغير بأماكن الثقوب اللي بتفتحها، بس الجهاز واحد والمعد يعني المستلزمات اللي تستخدم هي نفسها. هل يمكن إجراء جراحة بواسطة المنظار أثناء فترة الحمل؟ طبعاً سؤال كثير مهم. طبعاً يمكن، ولكن بالأغلب في بدايات الحمل، يعني بأول بالمنتصف الأول من الحمل، لأنه بعد هيك بصير في خطورة على الرحم، علماً أنه في تقنيات معينة بظروف معينة ممكن بإجراء عملية المنظار. الستات الحوامل عندهم مشاكل، من المشاكل الشائعة فعلياً هي عند الست الحامل هو التواء المبيض، يعني هاي كثير بتصير عند ست حامل وعندها مثلا ممكن يكون كيس او مرات بدون وجود كيس على المبيض، فبصير في التواء وبتيجي بحاله بطن جراحي بنسميه. فنعم آمنة وبتتم لها طبعا يعني زي ما بيحكوها سيتنجز معينه موقع، لانه بيفطر على بال الواحد انه موقع الفتحات وين راح يكون مع موضع الجنين داخل الرحم. يعني هي احنا الفتحات في البطن، فاحنا يعني بنقدر نتحكم، احنا معانا يعني معانا مجال في البطن نقدر نرفع شوي يعني لفوق. نعم. الأدوية دكتور المستخدمة بعد اجراء العملية بواسطة المنظار تكون اقل دكتور من يعني بالاغلب المسكنات اقل، وبالاغلب المضادات الحيويه، المضادات الحيويه اقل، يعني احنا غالبا بنستخدم فقط مضاد حيوي خلال العمليه، جرعه واحده خلال العمليه.
هلأ بكتير عمليات تقليدية برضو يستخدم مرة واحدة، بس مرات من مش يعني تمشي المريضة على المضاد الحيوي برضو بعد العملية. هلأ بجراحة المنظار ما في داعي، المسكنات يعني أقل بكثير، يعني المريضة فعليا ممكن إنها تستخدم فقط يعني على مستوى البنادول والبروفن، يعني مسكنات بسيطة جدا بعد العملية، وخلال 48 ساعة ممكن ما تحتاج. في حال إعادة العملية بواسطة المنظار لأسباب مرضية أخرى، هل يتم إجراءها من نفس الفتحات القديمة أم دكتور يتم اختيار شقوق جراحية أخرى؟ غالبا من نفس الجروح. نعم دكتور، يتم استخدام. وكيف يكون شكله من ناحية جمالية؟ هلا مبدئيا الجرح اللي بيكون موجود بالسرة هو غالبا داخل السرة فما ببين. وهو هذا أكبر جرح فيهم، اللي هو تقريبا 1 سنتي أو 1.5 سنتي إذا كنا عم نطلع من الجرح ليف أو رحم. الجروح الثانية هي 0.5 سنتيمتر، فبالتالي هو ببين. طبعا أنت بتعرفي أنه طبيعة الجسم ومرونة الجلد هي اللي بتحكم كيف رح يطلع الجرح، ولكن هو بالغالب بيكون خط صغير جدا، يعني وفي بعض الأحيان يعني حتى المريضة ما بتقدر تميزه. نعم، خصوصا بسألك دكتور لأنه في شابات مقبلات على الزواج، وإجراء مثل هذه العملية قد يكون لها محاذير شكلية بالنسبة لها. مزبوط. بأنه مو حابة مثلا يكون في معرفة بإجراء جراحي سابق، خصوصا إذا كان هذا الإجراء بسيط. طبعا ممكن استخدام يعني في أدوية أو كريمات بتساعد على تخفيف الندبة. نعم، فأنت لما بتحاول تشيل ندبة حجمها 0.5 سنتي، عندما تشيل ندبة حجمها 7 أو 8 سنتي أكيد. دكتور، هذه الندبة يتم إغلاقها بخيط جراحي مثلا؟ نعم، خيط جراحي، وممكن استخدام اللاصق، فيه طبعا لاصق. وممكن استخدام الخيط الجراحي بقطب داخلية أصلا، يعني ما في أي فرص داخل متوقعة لتسريب سوائل من داخل الرحم إلى الخارج؟ أبدا من داخل. نعم، البطن لا. دكتور، أنا حابة منك بما أنه دهمنا الوقت توصية للفتيات للسيدات المقبلات على إجراء مثل هذه العمليات، سواء استئصال رحم جزئي كلي أو أورام وأكياس ليفية، كيف يمكن أن نكسر حاجز الخوف لديهن من خلال عملية المنظار المتقدم؟ هلأ إحنا يعني أنا بعطيك مثال بسيط جدا، وهذا بحكيه لكل الستات والبنات. يعني سابقا كانت عملية المرارة وعملية الزائدة الدودية تتم بفتح البطن. نعم. ولما بلشوا أطباء الجراحة يستخدموا تقنية جراحة المنظار، كان عدد محدود من الدكاترة بيعمل هذا الإجراء بالمنظار. هلأ حالياً ما في ست أو حتى رجل برضى يعمل عملية المرارة أو الزائدة الدودية شق جراحي. إحنا على نفس الطريق، وفعلياً إحنا نوعاً ما يعني متقدمين في هذا الموضوع. للأسف إنه عدد الدكاترة مش كبير اللي بيستخدموا. هذا سؤال كنت رح أسألك. عدد الدكاترة اللي بيشتغلوا يعني جراحة منظار متقدمة مش كبير كتير، ولكن في دكاترة بيشتغلوا وكلهم متدربين ومتمرنين ومتميزين بعملهم. جراحة المنظار هي المستقبل. احنا شوي متأخرين في المستقبل، يعني في الدول الأخرى ما بيشتغلوا غير جراحة منظار، فهي جراحة آمنة وما في مريضة عملت إجراء جراحة منظار جراحي غير يعني خلصت وروحت من المستشفى وهي مبسوطة جدا. فبالتالي يعني أكيد إحنا بننصح المرضى إنه بدل ما أعرضها لجرح كبير لفترة تعافي وألم طويلة، أحسن جراحة المنظار أكيد. أنا والله دكتور بعتبر هذا الحوار هو بارقة أمل لكثير من السيدات أكيد، وكسر حاجز خوف بمنحهم من اللجوء لهذه العمليات، تحمل الآلام اللي بتسببها هاي الأمراض في مقابل أني ما ألجأ لعملية فيها شق جراحي. لكن المنظار هو يعتبر جديد بالنسبة لنا، لكنه بالغرب مثلا ومناطق أخرى متمارسين ومتمرنين عليه. تمنى دائما تطور التخصصات الطبية أكيد. وتمنى لك دكتور مستقبل زاهر في جراحات المنظار المتقدمة. كل الشكر لحضورك معنا دكتور محمد السيتر، استشاري جراحة نسائية والتوليد والعقم وجراحة المنظار المتقدمة. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك، يعطيك العافية.